أعلنت مصر موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية ممثلة في الحكومة والبنك المركزي المصري بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة أربعة سنوات والذي سيتم دعمه من قبل صندوق النقد الدولي من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد لمصر. واوضحت رئاسه مجلس الوزراء في بيان ان الاتفاق سيتيح حصول السلطات المصريه على حزمه تمويل خارجيه اضافيه من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدوليه والاقليميه وكذلك من خلال اسواق المال العالميه كما يتيح الاتفاق القدرة للدولة المصرية على التقدم للحصول على تمويل اضافي من خلال صندوق المرونة والاستدامة، الذي تم انشاؤه حديثا بصندوق النقد الدولي. هذا وتمثل موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الشامل تأكيدا اضافيا على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية للبرنامج، كما تعكس كذلك الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة